Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Assalamu alaikum. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطيه والتنميه البشريه. ولا ابالي اذا قلت بانه احس بنوع من الرهبه. رهبه الاسم ديال محمد حسن الوزاني. بالمناسبه اتذكر واحد المساله مهمه عندها علاقه بالاستاذ يوسف المعتصم. هو انه 20 عام فاش ولا اكثر فاش عرفت الاستاذ المعتصم في واحد الوقت اللي كنا نحن كجيل سواء من الجيل اللي كان كينتمي للحركه الاسلاميه ولا الجيل اللي كان كينتمي لليسار الى اخره، كان عندنا واحد الحاجز نفسي تجاه رواد الحركه الوطنيه في المغرب. كنا كنعتبروهم بانه هذه فقط واحد الموجه ظهرت في ظروف تاريخيه معينه وانتهت. وكان الاستاذ مصطفى المعتصم كان في ديك المرحله ديك من بين الناس اللي كيقول لك لا يجب اعاده القراءه ديال هاد الناس هادو. وتذكر انه تحدث احنا كنا كنعتبروا ان صفحه الحركه الوطنيه قد انتهت، وتحدث بالضبط عن الفقيد محمد حسن الوزاني، وتحدث عن تركيبه بمعنى تركيبه فيها ذلك الاعتزاز بالبعد الوطني والاعتزاز بالامه المغربيه، ولكن كذلك فيها افق ديال ان معركه نزع الاستعمار لم تنتهي وانها معركه مستمره، وكذلك ان مشكله الغرب معنا ليست فقط في نهب الثروات وفي هذا وهذا جزء كبير من سوء الفهم بيننا وبينهم، ولكن كذلك في محاولة احتكارهم للديمقراطية، بمعنى أنه من حق الإنسان الأوروبي أن يعيش في الديمقراطية، ولكن ليس من حق الشعوب الأخرى أن تدعم بهذا المكتسب البشري. وبالتالي هذه الخطوط الثلاثه، الخط الوطني والخط الديمقراطي والخط التحرري من الاستعمار، هي خطوط كان قد تحدث لنا عنها الاستاذ المعتصم مبكرا في فكر الفقيد محمد حسن الوزاني، وهي خطوط حاضره في لقاء اليوم وحاضره في الكتاب. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه وقد اشار اليه الاستاذ المعتصم هو انك حينما تقرا الكتاب في هذه اللحظه يخيل اليك ان هذا الكتاب كتب بعد اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه، وفي مفاتيح كثيره لفهم هذا السنه، والحال انه قد كتب قبل اندلاع هذه الحرب الاخيره، والتقط في هذا الكتاب ما حصل حينما احتلت او استرجعت على حسب كل قراءه وعلى حسب كل موقع جزيره القرم. ولا ابالغ اذا قلت بانه هذا الحدث ديال القرم قليلون من تنبأوا من خلاله الى ان الاطماع الروسيه ستحاول ان تتوجه الى الاراضي الاوكرانيه خصوصا التي فيها نسيج قومي روسي او قريب الى روسيا. كان بين الاستاذ المعتصم كان كذلك كان بين الاستاذ حسن اوريد في كتابه وفول العرب. المساله الاخرى هو نقطة الملاحظة الثالثة، هو ماشي ملاحظة فقط، تتذكر بعض اللقاءات التي كانت بيننا وبين الأستاذ مصطفى المعتصم حينما وقع انهيار الاتحاد السوفيتي. حينما وقع انهيار الاتحاد السوفيتي طبعا الذين كانوا اشتراكي الهواء اعتبروا بأن الأمر محزن،
ولكن الذين لم يكونوا مع هذا التوجه خصوصا الحركات الإسلامية اعتبرت بأن هذا تحقيق لنبوءة ما وأن هذا انتصار للبعض ذهب إلى أنه انتصار كذلك للإسلام وكانت هناك فرحة كبيرة بسقوط الاتحاد السوفيتي خصوصا نعرف أن الحركة الإنسانية في مرحلة من المراحل خصوصا في الغزو السوفيتي لأفغانستان كانت تعتبر بأن الاتحاد السوفيتي والسورية هي الشيطان الأكبر. أتذكر الأستاذ المعتصم اعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي أن العالم الإسلامي هو الذي سيدفع الضريبة وأن ما سيحدث لنا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سيكون أسوأ مما حدث لنا أيام الثنائية القطبية وقريبا من المرحلة الاستعمارية وطبعا بأدوات جديدة. يمكن نقول بأنه كان متشائما قليلا من ذلك الانهيار ليس قربا طبعا في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كما الولايات المتحدة الأمريكية كان إمبرياليتان في تعاطيهما مع الشعوب ومع القوميات ومع البلدان الأخرى، ولكن الانتصار الأمريكي كان بالنسبة للأستاذ المعتصم هو تدشين للقطبية أو لانتهاء زمن القطبية لصالح تحكم دولة واحدة في مصائر العالم ودولة مهجوزة بهاجس الإمبراطورية. وبالفعل بينت السنوات المتوالية بأننا خسرنا الكثير. اليوم القضية الفلسطينية مثلا في أسوأ مراحلها، اليوم شهدنا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عودة الاستعمار المباشر في بعض الحالات. كان هناك انفجار فظيع للعصبيات القومية والإثنية والمذهبية، كان هناك انهيار كبير لما تبقى من النظام العربي المجسد في جميع الدول العربية وكذلك حتى لباقي المؤسسات الإقليمية، لا سواء الاتحاد المغربي ولا سواء مجلس التعاون الخليجي ولا سواء أحلاف أخرى كانت تشكلت. وكان هناك كذلك النهاية لحلم انبثاق قوة صاعدة التي عبرت عنها في مرحلة من المراحل هو عدم الانحياز. المسألة الأخرى هي بعض الملاحظات، الملاحظة الأخرى ويمكن أن نسأل فيها الأستاذ المعتصم وأنه في مرحلة من المراحل حينما نتتبع سيرة مصطفى المعتصم هو كان دائما هو مهجوس بسوء الجيوستراتيجية، ولكن كان يحلل العالم انطلاقا مما يقع في المنطقة التي تسميها الغرب منطقة الشرق الأوسط. اليوم ينتقل إلى مدار آخر، هو يحلل العالم انطلاقا مما يقع في غرب آسيا، معنى يوسع هذا الأفق الجغرافي ويعتبر أنه بدون فهم ما يقع في منطقة غرب آسيا وبدون تحويل الباراديغم نحو هذا الباراديغم التحليلي طبعا نحو هذه المنطقة فلن نفهم ما يقع حاليا وما سيقع مستقبلا. دونك مدار الكتاب كله هو حول النقاش الكوني المرتبط بإمكان سقوط القطبية الأحادية. طبعا هو النقاش هذا قد يبدو أنه ليس نقاشا جديدا منذ بين قوسين منذ نبوءة فوكوياما بنهاية التاريخ، وهذا النقاش هذا هو نقاش مطروح وفي كل مرة تقع هناك أزمة عالمية منطلقة من الولايات المتحدة الأمريكية مثل مثلا الأزمة الاقتصادية في 2008 أو حينما يحدث توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بعض القوى خصوصا القوى التي تمتلك حق النقد في الأمم في مجلس الأمن، إلا ويثار النقاش حول أن القطبية أو أن التحكم الأمريكي في العالم مهدد بإمكان بروز قطبيات أخرى، ولكن في كل مرة نشهد أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون لها القدرة على استرجاع المبادرة. لذلك فالأستاذ المعتصم يعتبر أن انهيار نظام القطبي الواحد هي مسألة
حتمية، ولكن ليس بهذه السهولة، بل هي تحتاج إلى أمد زمني لا بأس به، بمعنى أن الأمر غير مرتبط بحدث فجائي ما سننام وسننهض على صعود أقطار أخرى، بل الأمر هو مرتبط بعملية تفكيك، عملية تفكيك في الزمان وعملية تفكيك في المكان. وبالتالي هذه الحتمية عنده غير مرتبطة، وهو طبعا القادم من فوق الحركات الإسلامية، ولكن هذه الحتمية غير مرتبطة بأي حتمية يمكن أن نسميها حتمية إيمانية أو حتمية لاهوتية مرتبطة بعودة نظام معياري كان في مرحلة تاريخية معينة هو مرحلة الخلافة، وكذلك بالحتمية التي تحدث عنها الكتابات الاشتراكية والكتابات الشيوعية التي كانت تتنبأ كذلك بأنه هناك اتجاه كوني نحو عالم بدون طبقات إلى آخره، بل هي حتمية مستندة على مجموعة من المعطيات، المعطى الاقتصادي، ولكن أساسا الذي يركز عليه الأستاذ المعتصم، طبعا لا أقول إنه الوحيد الذي ركز عليه نجده عند كتاب آخرين، ولكن هو دقق فيه كثيرا، هو المعطى الجغرافي والمعطى الديموغرافي. بالتالي الكتاب مليء بمجموعة من المعطيات الجغرافية والمعطيات الديموغرافية التي يدافع بها عن أطروحاته ديال تفكيك نظام القطب الواحد. السؤال الذي يشغله الأستاذ المعتصم ليس هو سؤال من هي هذه القوى التي يمكن أن تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية التي العالم، ليس هذا ما يشغله حصرا، وإن كان قد تحدث عن هذا الأمر في الكتاب وحدد مجموعة من دول مرشحة للقيام بهذا الدور، ولكن الذي يشغله أكثر هو تبعات هذه التحولات على منطقة العالم الإسلامي، والتي يسميها منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. وهذه التسمية شخصيا أنا أثرتني، اعتبر أنه التسمية المعروفة والمتداولة والتي تم تكريسها انطلاقا من خطابات هيمنة لم ننتبه لها، هي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبالتالي لماذا الشرق الأوسط؟ يعني حينما نقول الشرق الأوسط فنحن نفترض أن هناك مركزا في 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 هذه الكرة الأرضية، والمركز هو الذي نحدد من خلاله الشمال والجنوب ونحدد من خلاله الشرق والغرب. إذن هذا المركز هذا هو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس هو كذلك بالنسبة لإيران، وليس هو كذلك بالنسبة للصين مثلا. وبالتالي فاختيار مصطلح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو اختيار جغرافي متخلص من هذه الحمولات الهيمنية، هو شمال لإفريقيا وهو غرب لآسيا، وبالتالي يتحدد المكان بمعطاه الجغرافي الأصلي الذي هو إفريقيا والذي هو آسيا. اللافت أن الأطروحة ديال الأستاذ المعتصم في هذا الكتاب تذهب بعيدا، علاش؟ لأنه لا يعتبر أن الأزمة الراهنة الموجودة في الغرب ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية أساسا هي أزمة ديال النظام النيوليبرالي. طبعا هو لا يلغي أن هناك أزمة في هذا النظام النيوليبرالي، ولكن هو يعتبر أن الأمر أبعد من ذلك. هل أزمة النظام النيوليبرالي هي فقط تجلي لأزمة أخرى، هي أزمة النموذج الغربي، وبالتالي نجده بأنه يمكن نقول أنه يلتقي ولكن يتجاوز، يلتقي مع مناهضي العلماء، يلتقي مع
الحركه ديال البوست كولونياليزم يلتقي مع الحركه ديال الديكولونياليزم ديال نزع الاستعمار، ولكن هو يتجاوز هذا الافق لان الاشكال ليس فقط فيما هو اقتصادي، الاشكال ليس فقط فيما هو هيمني، ولكن الاشكال هو في نموذج حضاري، وبالتالي يتحدث على اننا نحن على اعتاب دوره حضاريه جديده. مصطلح الدوره الحضاريه ومصطلح طبعا استخدمه كثير قبل الاستاذ المعتصم، بينتهم مثلا مالك بن نبيل، بينتهم صاحب النظريه الثالثه نعم دوغين كذلك استخدم هذا المصطلح هذا الى اخره. وبالتالي ينطلق كذلك معتصم من اطروحات ان امريكا كانت في طريقها الى بناء امبراطوريه. هذه المساله ديال ان امريكا عندها هذا الفكر الامبراطوري كيعكس لنا هو ان امريكا بدورها هي ورثة اوروبا، لانه هذا السعي الامبراطوري سنجده مثلا ملي كنرجعوا للتاريخ. طبعا كانت امبراطوريات في الشرق، كانت امبراطوريات في اوروبا، كانت امبراطوريات في جنوب البحر الابيض المتوسط، ولكن امتداد تاريخي ديال هذا الفكر الامبراطوري استمر في اوروبا اكثر مما استمر في اي منطقه حضاريه اخرى او في اي مجال تداولي حضاري اخر. هذا السعي الى بناء امبراطوريه سواء بادوات القوه الخشنه او بادوات القوه الناعمه، الخشنه الحروب، الحصار الاقتصادي، تقويض اقتصاديات الدول، كنلاحظوا بان الولايات المتحده الامريكيه حتى في الازمه الاخيره تزود مثلا اوروبا بالغاز ولكن باثمنه مضاعفه كثيرا عن الاثمنه التسوق ديال الغاز في الولايات المتحده الامريكيه، رغم ان اوروبا تعتبر اما حليفا لها او ملحقا لها. وبالتالي انه حتى في ظرف الازمه وحتى في الظرف الذي نعتبر بانه هناك تضامن غربي في مواجهه روسيا، كذلك امريكا لا تنسى انها دائما يجب ان يحركها اضعاف اي قوى اخرى حتى ولو كان الاتحاد الاوروبي نفسه، وهذا ما استوعبه الاوروبيين. ونعرف الان مثلا ماكرون يصرح بهذا علنا، وماشي غير في هذه الازمه هذه المرتبطه بالغاز مؤخرا، ولكن كذلك حتى حينما دعا الى انشاء قوه عسكريه اوروبيه، مع العلم انه حلف الناتو كان مازال موجود، ولكن كيقول بان اوروبا يجب عليها ان تكون لها جيش ديالها موحد. هذا النزوع الامبراطوري يعتبر الاستاذ المعتصم انه فشل، وانه يفشل. هو بعض الاحيان في اللغه كاين مشكل لانه في الفرنسيه كان غادي يكون اكثر تعبيرا بمعنى انه فشل ويستمر العربيه عن الماضي والمضارع، ما عندناش حنايا شي فعل اللي في ديال الديمومه. دونك اذا فشل لانه كاين بالنسبه لي فشل في علاج امراض اقتصاد النيوليبرالي، الازمه ديال 2008 مازال لحد الان تجاوزها بنوع من الغرور الامن، ولكن المفاعيل ديالها مازال مستمره لحد الان. الفشل ديالو في تعبئه الحلفاء، في واحد الوقت كانت الولايات المتحده الامريكيه الحلفاء ديالها في مرحله الثنائيه القطبيه كانت كتحركهم في حال دي ماريونيت. اليوم في قضايا متعدده الولايات المتحده الامريكيه تفشل في تعبئه حلفائها، ظهر ذلك بشكل او باخر مثلا في الملف النووي، يظهر كذلك حتى في علاقتها بالكيان الصهيوني، في علاقتها ب
بالاتحاد الأوروبي، ومؤخرا رأينا حتى دول الخليج بدأت تنتفض حول بعض الأمور اللي فيها التحكم الأمريكي، واللي كتعتقد الدول أنه لا يخدم مصالحها. وبالتالي يجب أن ننتبه إلى هذه التحولات، وأن العالم لم يعد كما كان. ثم هي فشلت في المشكل الروسي، لأنه روسيا هو امتداد لأمريكا بشكل من الأشكال من ناحية الجغرافية. هناك عداوة تاريخية، هناك سوء فهم كبير، هناك حضر متبادل. حتى المخيال الأمريكي الجمعي لم يستطع لحد اليوم أن يخرج روسيا كعد، رغم أنه الآن كل شيء يقول بلي أنه الصراع كاين بين تمديل على الأزمة الروسية الأوكرانية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فاش كنشوفوا السينما الأمريكية، فاش كنشوفوا واحد مجموعة الكتاب الأمريكيين اللي قرابين بالإدارة الأمريكية، دائما نجد روسيا حاضرة. حتى حينما تفكر أمريكا بنظرية المؤامرة، أو حينما تريد أن تروج لنظرية المؤامرة، دائما تستحضر روسيا في المشهد. يقول الأستاذ المعتصم بأنها لم تستطع أن تستقطب روسيا، أنه كنشوفوا في كانت قريبة من ذلك زمن يلتسين، ولكن الظهور المفاجئ لبوتين في المشهد انتهت مرحلة ديال الاستقطاب ديال روسيا، وأن تصبح تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما فشلت في تحييدها بمعنى أنها تكون قوة ضعيفة ما عندها حتى شيء تأثير باش يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تمشي لجبهات أخرى. كاين تراجع ديال الدور الأمريكي في آسيا الوسطى. هنا ما غنطولش بزاف لأنه طولت بزاف، ولكن غادي نعطي غير واحد المشهد، هو أن الآن لاحظوا أن في الحرب الإيرانية الأوكرانية الروسية، في واحد الوقت الحرب كان زعما في هذه الأيام الأخيرة، القوة ديال روسيا تمثلت في الدرون كاميكاز ديال الشاهين اللي هو ديال إيران، في الجهة المقابلة ديال أوكرانيا البيكادر ديال تركيا. بمعنى هذا تحول لأن أنه الحرب كتحسم او بين العناوين ديال الحسم ديالها بجوج الاسلحه ديال جوج ديال الدول الاسلاميه اللي هي موجوده في المنطقه ديال اسيا الوسطى، اللي هما تركيا واللي هما ايران، وما كيتحسمش الصراع بالاسلحه المكلفه جدا اللي انتجتها المصانع الامريكيه ولا المصانع الروسيه ولا المصانع الاوروبيه. وكاين للاسف انهم اللي كنتبعنا التغطيات ديال الحرب في القنوات العربيه كثير فين كيهضروا على هذا المعطى، في حين انه الى تبعنا فقط غير القنوات الفرنسيه عرفتي شحال ديال البرامج داروا غير على هذا المشكل هذا، راه هذه شاهد ديال ايران وهذا بالكادر ديال تركيا. بمعنى ان احنا امام تحول ماشي سهل. ثم فشل الحملات العسكرية ديالها في أفغانستان في العراق، وزيدوا عليها حتى فرنسا في إفريقيا، بمعنى أن الآن التدخل العسكري المباشر أصبح مكلفا وأصبح مطلبا شعبيا، ديال أن الناس أمام خص الجيوش الأجنبية تمشي الحالة، في حين أنه هذه 10 سنوات كانوا كيقدموا لنا في الأخبار الأفارقة العراقيين كذا يرحبون بالقوات الأجنبية، وكيعاودوا لنا ديك المسألة ديال الاستعمار هو من أجل حل المشاكل ديال الناس، هذا الحل اللي كان في الأطروحة الاستعمارية، وكذلك المشاكل اللي كتوقع حتى في الحروب اللي هي بالوكالة. كنشوفوا الآن الوضع لنا إذا شفنا مثلا غير في سوريا كاين تدخل خارجي، كاين تدخل أمريكي، كاين تدخل روسي، كاين تدخل الإيراني، كاين تدخل تركي، ولكن اللي عنده مفاعل على الأرض حقيقية هما الأتراك
والروس والايرانيين. الولايات المتحده الامريكيه هرب ليها روسيا وليدها، في حين انه بزاف ناس كانوا كيقولوا في واحد الوقت بانه فوالا راه امريكا باغيه تورط روسيا في المستنقع السوري باش نعاودوا نفس داك الشيء اللي وقع في فرنسا. اليوم كيتبين بان امريكا عندها مشاكل في سوريا كما عندها مشاكل في اليمن. والاشكال الاخر هو انه قبضت امريكا على حديقتها الخلفيه كما تسميها الاستاذ المعتصم اللي هي امريكا الجنوبيه. الان الانتخابات في جنوب امريكا كاين جوج ديال القوى اللي كتصارع، وجوج منها كاين القوه الاولى اللي هي اليسار شكل اللي طرف فنزويلا اللي طرف خارج كولومبيا تشيلي مجموعه الامور، ولكن حتى القوى الاخرى المنافسه لها اليمين. الان اليمين اللي كينافس اليسار في الولايات المتحده في جنوب افريقيا في جنوب اوروبا جنوب امريكا عفوا هو اليمين القومي الابيض المتطرف نموذج ديال بولسونارو مثلا في البرازيل اللي هو خلق اصلا هذا التوجد خلق مشكل في الولايات الامريكيه المتحده. وشفنا انه الاستابليشمنت في الولايات المتحده الامريكيه كيفاش حاول انه يحيد ترامب، يعني ترامب هو التعبير على هذا النموذج اليمني اللي كاين كيمثلو كنا بولسونارو في البرازيل ولا كيمثلو مودي في الهند، واللي هو اللي مشينا نقراو الخلفيات ديالو غادي نلقاو انه اقرب في الايديولوجيه ديالو القوميات الجديده التي تنشا في تركيا في روسيا كذلك ابعد من النموذج الغربي ديال اليمين النيوليبرالي. حتى في المقولات الكبرى قم بينتها كيف انه كيدعي للحمائيه للولايات المتحده الامريكيه كامله، وهي ضوضت قرباله في العالم من اجل اقرار منظمه التجاره الدوليه واتفاقيه ديال الغات وكذا. الان لونتي غات كيجيب من وسط هذه التعبيرات اليمينيه اللي في واحد الوقت كانت كترعاها الولايات المتحده الامريكيه. كاين بزاف ديال الامور اخرى اللي كتب بزاف، راه عندي شي ثلاثه ولا اربعه ديال الاوراق ولكن كنظن بلي انه طولت بزاف. شكرا.